السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي طلاب Grade 6. النهاردة معدنا مع حلقة مميزة جدا، exciting جدا، تحس فيها بإثارة، ممكن تحس بعد ما تتفرج على الحلقة دي ان انت ممكن تبقى هيرو او بطل خارق، لانك لو استفدت من الحلقة دي ممكن ببساطة ترفع كتاب بقلم او فرخة بريشة، ممكن كمان ابالغ واقول لك انك ممكن ترفع فيل بقطة. حلقة النهاردة زي ما بقول لك حلقة مميزة جدا، ولو انت دلوقتي بدأت تقول ايه الكلام الغريب ده كلام مش طبيعي، وبعدين ده ايه ده، شكله ده يعني سحر بقى ولا ده ايه، فخليني اقول لك انه لا، ده مش سحر، وده كلام فعلا انت ممكن تعمله. وعلى رأي أرشميدس لما قال Give me a lever and a place to stand and I'll move the world، انت كمان تقدر تعمل حاجات كتير لو انت معاك lever او معاك long rigid bar and fulcrum. يا ترى ده هيحصل ازاي؟ تعالوا نشوف and let's start our lesson today. Our lesson today is the second lesson in unit 1، واللي بنتكلم فيه عن حاجة اسمها Law of Levers. تعالوا بقى نشوف ده هيحصل ازاي. بص يا جميل، المنطق بيقول ان لو انت عندك بالانس وحطيت حاجة في الكفة دي هتبدأ تتحرك الناحية دي، وعشان ترجع تعمل بالانس تاني لازم تحط في الكفة التانية حاجة قدها بالظبط علشان تعمل بالانس زي كده. طبعا انا صممت لكم الليفر دي عشان اقدر اشتغل معاكم الليسن النهارده ونقدر نستفيد بالمعلومات اللي هقولها، ويعني لو حابين بقى ابقى اوريلكم الكواليس بتاعه التصنيع بتاعه الليفر دي، قولوا لي في الكومنتات ان انتم عايزين الكواليس وانا هبقى اصورها لكم يعني. طيب بالنسبه للليفر اللي عندنا زي ما انت شايف كده، عندي هنا ويتس اوزان اهيت، وهو يعتبر شبه البالانس يعني شبه الميزان. هنشوف دلوقتي اللي انا كنت بتكلم معاكم من شويه. فمثلا دلوقتي لو انا جبت هنا حطيت ده، طبيعي ان هلاقي يبدا يحصل كده، تمام. لما اجي انا هنا من الناحيه الثانيه احط ده، طبيعي جدا انه هيبدا يحصل عندي بالانس، تمام، بالشكل ده. طيب هنا حاله البالانس اللي حصلت دي، لان انا عندي هنا 1 وهنا، طبعا هو ممكن يبقى ايه يعني شويه يبقى يقف، بس عموما هما كده عاملين بالانس الاثنين بالشكل ده، هنا ده ايكوال ده، فده طبيعي جدا وده اللي احنا متعودين عليه. لو انا جيت مثلا حطيت هنا 2، فطبيعي جدا ان انا احط قصادهم الناحيه الثانيه to make a balance برضو 2، يبقى في الحاله دي عملت بالانس. هنا لازم يكون 2 وهنا لازم يكون في عندي 2. طيب لو انا جيت بقى دلوقتي وحطيت مثلا هنا 3، حطيت انا هنا 3 زي ما انت شايف، المفترض هنا هبدا كمان احط 3. اوكي طيب ايه رايك لو قلت لك ان انا 3 دول هعمل معاهم بالانس باي يوزنج اونلي 1؟ ها افتكر في بداية الحلقة ان قلت لك انا ممكن بقى قلم صغير اعمل بيه ارفع بيه كتاب كبير والقصة دي، تمام. هل انا فعلا ممكن استخدم ده عشان اعمل بالانس مع الثري دول؟ طيب نشوف. انا هاجي احطه هنا كده، تمام، ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. تمام زي ما انت شايف فعلا 1 عملت بالانس مع 3 زي ما انت شايف في الشكل ده. طيب تعالى كمان نعمل حاجة تانية. انا لو جيت دلوقتي شلت 3 دول وحطيتهم هنا كده عندي 3، وهجيب كمان 3 تانيين، ماشي، هحطهم قصادهم بالشكل ده، كده انا عندي 6.
تعرف بقى ان انا برضو ممكن بالوان ده اعمل معاهم بالانس. شفت لك هتحس ان انت هيرو النهارده. تمام، تعال كده نشوف ايه رايك. تمام، طيب هل انت شايف ان دي حاجه غريبه؟ طيب جميل، بص يا سيدي، ادي الصورتين او الحالتين اللي انا عملتهم دلوقتي. احنا كده عملنا حاله كان عندنا ده ايكوال ده، وادي الصوره بتاعتهم. والحاله الثانيه لما كان عندي هنا 3 وعملت بالانس مع 1، وادي كمان الصوره بتاعتها. ذا لاست 1 لما كان عندي 6 وهنا عندي 1، وكان ادي كمان الصوره بتاعتها. عايزك تبص على الصور اللي قدامك دلوقتي وتبدا تفكر معايا، هو ده حصل ازاي؟ قدامك الثلاث صور، تاملهم لو سمحت وفكر كده. ولو انت قدرت توصل اشمعنى ده حصل في الحالتين الاخرانيين، انا كده هقدر اقول ان انت قدرت توصل للسر في القصه دي. طيب لاحظ كده معايا، بالنسبه لـ the first one، in the first one عادي، ديت السامبل كيس اللي احنا الحاله العاديه بتاعتنا. هنا عندنا لو اعتبرت ان الاولاني ده هو كان الريزيستنس وده هو الفورس، فانت هتلاقي ان الريزيستنس ايكوالز فورس، فهنا طبيعي يحصل بالانس. طب نيجي في ذا سكند 1، ان سكند 1 كان عندي هنا 3 واتعمل بالانس معاهم باي 1، بس ما اعرفش انت لاحظت، هتلاقي انه انا لما جيت احط ال1 كان مفترض احطه يعني في نفس المكان بتاع ال3 في الناحية التانية، لكن انا لا، ما عملتش كده، بدأت احطها بعيد شوية، فهنا بدأ يحصل البالانس. طيب بص كده معايا، ده معناه لو جيت تشوف هتلاقي ان انا عندي هنا الديستنس اللي موجودة في الجزء الاولاني هيبقى سمول، تمام؟ لكن انا جيت في الجنب التاني وبدأت اكبر الديستنس اللي موجودة عندي. طيب علشان نفهم اكتر ونستوعب اكتر، خليني اقولك انه في شوية حاجات محتاجين نتفق مع بعض عليهم. ان الجزء ده اللي في النص ده احنا عارفين ان هو اسمه the fulcrum، وعندنا الويتس اللي انا حطيتها في الاول دي تعتبر resistance، لان انا بعد كده هبقى عايز اعمل لهم lifting، عايز ارفعهم واعمل بالانس معاهم من الجنب التاني، يبقى دول هما الريزيستنس. طب انا لما جيت احط الفورس بتاعتي عشان اعمل معاهم بالانس، يا ترى حطيتهم على نفس الديستنس بتاعه الريزيستنس ولا بدات اكبر الديستنس؟ تمام، انا هنا بدات اكبر الديستنس بتاعتي، عظيم. طيب بص بقى، خلينا نتفق مع بعض على شويه ايديومز او ساينتفك تيرمز احنا هنحطهم معانا او هنستخدمهم باستمرار في الجزء ده. الديستنس اللي عندي between the fulcrum and the resistance دي بنسميها resistance arm. resistance arm، طيب الديستنس between fulcrum and the effort force دي بنسميها force arm. يبقى عشان بس نقدر نقول ايه اللي حصل، تقدر ببساطة تقول لي يا مستر، انت لما جيت تحط الفورس بتاعتك عملت increasing لي the force arm، كبرت الفورس arm بتاعتك، وهو ده يا مستر السبب اللي خلاك تقدر by only one equilibrate three weights. يعني انا عندي هنا كان 1 وهنا عندي 3، قدرت بعمل بيهم equilibrating، تغلب او تعادل مع ال 3 weights اللي كانوا عندي. نفس القصه بالنسبه للحاجه الثانيه، في الحاجه الثانيه كان عندي 6 دول انا برضو عملت معاهم balance by 1، تمام؟ طب ليه برضو حصل ده؟ لان لو لاحظت هتلاقي ان انا عملت increasing للفورس arm. يبقى دي الملاحظة اللي أنا عايزك تاخد بالك منها، إيه اللي حصل؟ أنا لما كانت الفورس بتاعتي صغيرة يعني معايا only one،
عشان اقدر اعمل بيها equilibrating against the 3 or the 6 انا بدات اعمل increasing للforce arm. تمام؟ طيب ده لما حصل الحمد لله انا قدرت اعمل البالانس اللي احنا بنتكلم عليه. اقدر من هنا اوصل لمعلومة مهمة جدا. ايه هي؟ انه if the force arm is longer than the resistance arm I can use small force to equilibrate large resistance. Again, if I have large force arm, I can use small force to equilibrate large resistance. زي ما احنا شفنا كده بالظبط. طيب في الحالة دي خليني اسألك سؤال. طب انا دلوقتي في الاول في لما كان في in the first case مش كنت ساعات او كنت بضطر ان زي ما يكون عندي the amount of resistance لازم يكون عندي the same amount of effort force. يعني لو عندي في resistance 2 لازم الفورس تبقى 2، عندي في الريزيستنس 5 لازم الفورس تبقى 5. طب لما بقى الريزيستنت 6 وبقى عندي الفورس 1، مش انا كده عملت سيفنج؟ يعني ايه سيفنج؟ يعني وفرت، بدل ما كان هيبقى معايا في الفورس 6 لا انا وفرتها وبقى معايا اونلي 1. اذا في الحاله دي when the force arm is longer than the resistance arm ده معناه انه I can save my effort force، ممكن اوفر في الفورس بتاعتي وبدل ما هحط الستة كلهم لا انا هكتفي بوان. تمام؟ طيب يبقى دي كده the first observation، دي الملاحظة الاولى اللي احنا لاحظناها النهاردة او لاحظناها في الحاجة اللي حصلت قدامنا، انه الفكرة كلها لو انا عايز اعمل سيفنج للايفورت فورس بتاعتي ولو انا معايا فورس سمول فورس انا اي وانت تو اكليبريت لارج ريزيستنس اي كان انكريز ذا فورس ارم. طيب تعالى بقى لذا سكند اوبزرفيشن. ايه السكند اوبزرفيشن؟ عايزك تبص كده معايا على الجنب اللي فيه الريزيستنس. ان ذا ريزيستنس سايد لما كان عندي هنا 3، بص كده على الديستانس اللي موجودة عندنا هنا، الديستانس كانت 10، يعني الريزيستنس ارم 10، دي كده ريزيستنس ارم. طيب الريزيستنس ارم هنا دلوقتي 10 وكان عندي هنا 3 ويتس، التلاتة اللي عندي. طيب عايزك لو سمحت تعمل 3 times 10. 3 times 10 تطلع كام عندك؟ 3 اللي هم الويتس اللي عندي و باي 10 اللي هي الفورس ريزيستنس ار، هيطلع معاك ب 30. تعال بقى نروح للجنب الثاني ان ذا اذر سايد اللي هو فيه الايفورت فورس، هلاقي ان انا عندي الفورس 1. طب بص كده الفورس ارم كام؟ 30. تمام؟ طيب لو سمحت multiply 30 by 1 هيطلع عندك برضو ب 30. لاحظ كده معايا ده معناه ايه؟ معناه ان التو سايدز ار ايكوال، الاثنين قد بعض. انا هنا لما جيت عملت the resistance by its arm ولما جيت هنا جبت الايفورت فورس باي اتس فورس ارم لقيت ان هما ايكوال ان ذا بالانس كيس، في حاله البالانس لقيتهم ان هما قد بعض. تمام؟ وكذلك نفس القصه ان ذا اذر كيس. ان ذا اذر كيس لما كان هنا عندي 6، بص كده كان عندي 6. طيب في الحاله دي عندي الريزيستنس ارم كام؟ 5. طيب 6 باي 5 هتلاقيهم 30. طيب on the other side لقيت ان انا عندي الـ effort force 1 ولقيت ان الـ force arm 30، وده معناه انه 30 by 1 equal 30، ده معناه ان two sides are equal also.
طيب افهم من كده ايه؟ افهم انه انا الفورس ارم والريزيستنس ارم دول مهمين جدا معايا علشان اعمل بالانس. اغلبنا كان بيبص على ايه؟ اغلبنا كان بيبص ان دول 6 وده 1 تمام؟ لكن احنا بدأنا ناخد بالنا ان الفورس ارم والريزيستنس ارم ليهم عامل مهم جدا في الموضوع، وبالتالي لما انا احب اعمل بالانس لازم اخد في الاعتبار الاربع حاجات: الريزيستنس اند اتس ارم، ذا فورس اند اتس ارم. وبالتالي انا هنا هقدر استنتج او اوصل لحاجه اسمها ذا لو اوف ليفرز، اللي هو موضوع الدرس بتاعنا النهارده. لو اوف ليفرز معناه ايه؟ لو اوف ليفرز معناه انه ان ذا بالانس كيس، ان ذا بالانس كيس في حاله الاتزان اللي احنا فيه دوت، هتلاقي دايما ان ذا ريزيستنس تايمز اور باي اتس ارم ايكوال ذا فورس باي اتس ارم. يبقى هنا في الحالتين هيبقوا ايكوال. بعد ما شفنا الملاحظتين دول، تعالى بقى نبدا نلعب مع بعض. انا دلوقتي هاجي اقول لك بما انك فهمت ان لازم التو سايدز يبقوا قد بعض، خلاص تعالى لو قلت لك دلوقتي ان انا عندي ريزيستنس اهمت الريزيستنس 2، اوكي ذا ريزيستنس 2، وعلى فكره دايما الريزيستنس بتبقى اليونت بتاعتها نيوتن، الريزيستنس بتكون ان نيوتن لانها فورس تمام. طيب لو انا جيت الريزيسترز هنا حطيتها في هنا، اوكي يبقى السايد ده ها المحصله بتاعته كام؟ 2 باي 30، يعني هنا كده اصبح عندي الجنب ده 60. قلت لك بقى يا جميل انا عايز 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ال6 دول انا عايزك تحطهم لي هنا، خلاص دي الفورس بتاعتك. شوف لي انت ممكن تحطهم هنا فين عشان يبدا يحصل البالانس. فانت على طول هتفكر وتقول لي دول لازم لما يتحطوا هنا تبقى المحصله بتاعتهم 60 زي الجنب ده تمام. طيب ال6 دول المفترض يتحطوا مع مين عشان يبقوا 60؟ تمام برافو عليك، عند ال10 تمام، عشان 10 باي 6 يبقى كام؟ يبقى 60. طيب يا ترى لما نعمل كده هيحصل بالانس؟ نشوف. اوكي تعالى كده ادي ال10 هنحط هنا 3 وفي the other side also 3 أمت. اوكي زي ما انت شايف بدأ فعلا يحصل ده بالانس. يبقى ده معناه انه this side equal 60 and this side also equal 60. 6 by 10 60 2 by 3 60. يبقى برضو قدرنا نوصل للبالانس. تيجي نلعب كمان واحدة، كمان واحدة. تعالى مثلا هسيب التو دول زي ما هم وحاجي اقول لك بص يا سيدي انا دلوقتي عايز اعمل بالانس عند المنطقه دي. هل الفورس ارم هنا كده كام؟ هنا كده 15 مش كده؟ طيب انا عايز اعمل البالانس في المنطقه دي، يا ترى عشان احط هنا كام ويت عشان تعمل بالانس مع ال 60 اللي هنا؟ هتقول لي طيب دول 15 يبقى انا عايز ال 15 دي توصل لل 60. يبقى المفترض احط كام؟ فكر. يس هحط هنا 4 لان 4 تايمز 15 ايكوال 60. تعالى كده نجرب اهمت، ادي 4 اوكي هحط هنا 2
وهحط الناحية التانية 2 ونشوف هل هيحصل بالانس or no. Yes. طيب ازاي حصل ده؟ خلاص احنا فهمنا force resistance by its arm equal force by its arm. الارم هنا كام؟ 15 والفورس كام؟ 4 by 15 equal 60. Here 2 by 30 equal 60. يبقى قدرنا نوصل للبالانس بالشكل ده. طيب هنا كده احنا كنا بنشوف ده بيحصل ازاي، يعني عشان نبقى فاهمين ازاي نقدر نعمل البالانس ده ونحط هنا كام ونحط هنا كام. اوقات بيجي لنا في الامتحان ده ريزيستنس فورس كذا والايفورت فورس كذا والريزيستنس ارم كذا، احسب لي بقى انت كالكوليت ذا فورس ارم. يبقى انت ساعتها هتبدا تستخدم مين؟ هتستخدم ذا لو اوف ليفرز. تعالوا كده ناخد بروبلم من البروبلمز اللي بتجيلنا على الجزء ده ونشوف هنحله ازاي. The exerted force of the first class lever equals 500 newton and the length of its arm is 20 centimeters and it's affected by resistance with a value of 200 newton. Find the length of the arm of the resistance. طيب بص كده معايا، هنا قال لك the exerted force اللي هي ال effort force equal 500. اوكي هتطلعها على جنب، يبقى انت كده معاك ال effort force، ادي اول حاجه موجوده عندنا. طيب and the length of its arm is 20 centimeters. اوكي يبقى انا كده معايا كمان the force arm equal 20 and is affected by resistance force with a value of 200 newton. يبقى the resistance force equal 200. كده انا عندي تلات حاجات اهمت موجودين عندي in the problem. اكيد هو هيطلب مني اجيب له بقى الحاجة الرابعة اللي هي مين؟ find the length of the arm اللي هو the resistance arm. طب احسبها ازاي؟ اول حاجة هتعملها انك تعمل لي write the law. The law is force by its arm equal resistance by its arm. هتبدأ بقى تشوف هي الفورس كام. عندي الفورس 500 هنحطها، وعندك the force arm equal 20 يبقى 500 by 20. On the other side عندك الريزيستنس هو عطاها لك فعليا 200، هكتب 200 by its arm اللي انا لسه ما اعرفوش وهجيبه. طيب في الحاله دي عشان احسب الارم هنبدا نخلي ال 200 دي تروح ل the other side but divided، هتروح الناحيه الثانيه divided، فهيبقى عندي البروبلم بتقول 500 by 20 divided by 200. يبقى في الحالة دي the result is 50. بس طبعا لازم تعرف انت هنا بتجيب ايه؟ بتجيب resistance arm، وطبعا الارم ده length فهتبقى اليونت بتاعتنا سنتيمتر. اوكي so the resistance arm equal 50 centimeters. دلوقتي بقى بعد ما عرفنا how to solve this type of problems، تعال ادي لك problem وتحلها في البيت وتكتب لي الانسر بتاعها in comment عشان اشوف انت حلتها صح ولا لا. تعال اقول لك البروبلم والانسر بتاعها هقوله لكم المره الجايه في الفيديو الجاي، بس حاول بس تحله زي ما اتعلمنا دلوقتي. The length of the force arm of a third class lever is 5 centimeters and the length of the arm of resistance is 15 centimeters. If the resistance has a value of 300 newton, calculate the value of the affecting force. Calculate the value of the affecting force. هسيبك بقى مع البروبلم تبدأ تحلها، و
عايز بقى بعد ما خلصنا كل الكلام ده اعمل فوكس معاك على the main important parts اللي احنا اتكلمنا فيهم النهارده. احنا النهارده عرفنا ان في حاجه اسمها force arm، وعرفنا ان الفورس arm دي هي is the distance between the fulcrum and the effort force. طيب what is the resistance arm؟ The resistance arm is the distance between the fulcrum and resistance. تمام؟ دي كده two definitions مهمين جدا عندنا، the force arm the resistance arm. طيب ده two definitions اللي اخدناهم النهاردة. كمان اتعلمنا حاجة مهمة، تعلمنا ان في حاجة اسمها law of levers. law of levers ايه هو؟ law of levers بيقول انه force by its arm equal resistance by its arm. تمام؟ ده law of levers واللي احنا بنستخدمه to solve problems. بعد كده اتعلمنا كمان حاجة مهمة جدا ولاحظناها، ان احنا we can by small force equilibrate large resistance. طب ده بيحصل امتى؟ لما انا بعمل increasing لي the force arm. as the force arm increase the force decrease، هقدر استخدم force اقل من الresistance اللي عندي، وفي الحالة دي I can save effort force، اقدر اوفر من الeffort force بتاعتي اللي انا هعملها. بعد الملخص السريع اللي احنا عملناه دلوقتي دوت، تعالوا بقى كده مع بعض نشوف questions على الجزء ده ونعرف ازاي هنحله. يلا بينا. Number one, choose the correct answer. The values of effort and resistance in the lever depend on the values of effort and resistance in the lever depend on. يعني أنا عشان أقول ال effort force كام وال resistance هتبقى كام، ده بيعتمد على إيه؟ هل the arm force, the arm of resistance, the position of fulcrum or A and B. طبعا yes it's A and B، لأن زي ما اتفقنا بيفرق معايا جدا الفورس arm قد إيه والريزيستنس arm قد إيه. Okay the next one، the distance between effort force and fulcrum. The distance between effort force and fulcrum طبعا دي بنسميها هل effort force ولا resistance arm ولا force arm ولا resistance force. Of course it's effort force arm. Effort force arm لأن distance هنا between mean and mean between effort force and fulcrum. عظيم جدا. Number three, the distance between the resistance force and fulcrum. Resistance force and fulcrum. So it's yes the arm of resistance or resistance arm. Excellent. The next one, when the arm of force is longer than the arm of resistance. ركز معايا هنا، the force arm is longer than the resistance arm. The effort force، هنا هستخدم effort force ايه؟ yes the effort force space the resistance. هل هتبقى larger than the resistance، smaller، equal to or double؟ طبعا يا مستر احنا فاكرين كويس جدا لما الفورس arm بتاعنا كان longer استخدمنا less force، وبالتالي كانت الفورس smaller than the resistance. افتكر كده كان عندنا 3 وعملنا balance معاهم ب 1، كان عندنا 6 وبرضو عملنا لهم balance ب 1، وبالتالي لا بتبقى الفورس smaller than the resistance. The next question, when the arm of force space the arm of resistance the effort force equal the resistance force. طب امتى ال effort force كانت equal resistance force؟ طبعا ده كان the first case، اول حاجة عملناها خالص، اول حاجة اتعملناها لما كان عندي ده equal ده، فكان عندنا هنا the force arm equal the resistance arm. So when the force arm equals the resistance arm, of course the effort force equals the resistance force. Another type of questions, write the scientific term. The distance between the effort force and fulcrum. The distance between effort force and fulcrum. طبعا دي the yes force arm. عظيم. Type number two,
The distance between the resistance and fulcrum, of course, it's resistance arm. تمام. Number 3, force by its arm equal resistance by its arm. طبعا ده is the law of levers. This is law of levers, okay? Law of levers. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى تكونوا استوعبتم الأجزاء اللي احنا قلناها، ولو في أي استفسار أو حاجة محتاجة توضيح ياريت تسيبولي ده في الكومنت، وهستنى طبعا الانسرز بتاعتكم على البروبلم اللي احنا أخدناها. ولو عندك أي ملاحظات أو طلبات حابب أن أنا أعملها لك في الحلقات بتاعتنا ياريت تكتب لي ده برضو في الكومنت. ما تنساش تعمل شير اند سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان الحلقات اللي جاية ان شاء الله توصلك اول ما تنزل. اتمنى لكم التوفيق، اشوفكم ان شاء الله الحصة اللي جاية علشان نكمل لسن 2 واخر بارت معانا، ونبدأ نستعد بقى ان شاء الله علشان ندخل على يونت جديدة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.